السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم مرحبا بكم في فيديو جديد في فلوج جديد. ان شاء الله اليوم غادي نديرو المهم تجربه نسوق موتور 600 سلندر. اول مره صراحه نجرب 600 سلندر. ديجا باش ما يجيش واحد في الكومونتير يقول لي علاش ما علاش جيدي ديريكت ل 600، ما جربتيش 125 150؟ درت لكم تيست رايد الاس اش 125، ديجا 150، ديجا 300. دابا غادي نسوقو 600. وقبل ديجا سكنا ديك الرابتور، سكت الرابتور 700 شفتو في الفلوق اللي فات، اللي شحال هادي درتو راسك تا سميتو. وان شاء الله غادي تبداو تشوفوا ديما لي فلوق بموتور كبار مع الدراري ومول هاد الموتور نيت ليه، والكاميرا مان دابا كيصور فيا. غادي يدير واحد لاشين ان شاء الله قريبه، من بعد غادي نبارطاجيها معكم حيتاش خصت تبلبل دفا قادي الصراحه خصت تبلبل. ان شاء الله غادي تشوفوا فلوجر جديد معنا وسميتو، غادي نبلولها ما امكن شي فيديوهات حلقين حتى هو راه شويه ناشط وسميتو. وان شاء الله راه غادي قريبا تجي واحد الجو برو ونكملوا معكم لا ونخليكم مع هاد السينيماتيك هادي. وما تنساوش دير واحد لايك سبسكرايب، قربنا 60000 والله بهاد لا فيديو هادي نوصلوا 60000 ولا نفوتوها كاع ان شاء الله. وبيس ليكم ونكملوا معكم لا فيديو. السلام عليكم خوتي خواتاتي، اول مره نجربهم برياج. المشكل واش ما كيتكتبش تما؟ ما كيتكتبش تما الدوزيام تروازيام؟ ما كيتكتبش تما. طابرو في الطابرو ما كيتكتبش؟ لا ها؟ لا دوزيام واقيلا راه كراطير. ها؟ دابا خوتي حنايا أول مرة نجربو، الصراحة أنا أول مرة نجرب لقيت شوية الصعوبة، ما نكذبوش على الله، لقيت واحد شوية الصعوبة في موتور كبير في لومبرياج. ولكن اول مرة دابا يشوف دراج كازا هذا الفيديو يموت عليا بالضح يقول هذا نوب. ولكن هاكا عندهم اخوتي هاكا ندوي مع الفيديو احنا قاعد نتعلمو بشوية بشوية. والله الا دابا والله الا تعلمت دابا خاصك المرايات، عطي راه المرايات هما كلشي في الموتور، والمرايات هما كلشي في الموتور. زين هذه الدراري بشويه تتعلم بنادم، يعني ماشي شي واحد يقول لك انا ما عمرني قلت انا غادي نصوب لهم برياج، وحنا الحمد لله زقنا عادي جدا.
وراه كانت تمشي صور صور عليها خصني محمد شحال تستخدم هذه الساعة؟ 150 152 ندير لا شاجة سخونة حسيت شاجة سخونة وطلعت معي شاجة سخونة قادوس عند السماء نوفير شايف فين هو؟ زي هادوك البداو فيو. شايف فين الكاميرا؟ شوف في الجوك هذي هنا اش هكا ديري مشيش خواتات شتيهم ايه فين تزق هاد الشي دوزت عندي يومين واش اش كندير بيها اوتيل كامل الاوتيلات كامل ممكن لتحت في السنتر غدا على ليه بقى يا صاحبي لي سيري غادي لي راه غادي يخرج ها لا لا هادو هادي كلشي كيخرج هضر عليا ما تمشي دير الله يا امك لاني انا يا صاحبي الله والسلامه انت بعتي لي داتي لي فوق ما عرفتش فين الفيديو توصل الو
عارف صراحه. المهم اخوتي راه سميتو غادي نحلوا على الله ان شاء الله، وكما دار راه كما قلتو غادي نبارطاجيها معكم. شوفي وليت والله يرد ممكن هاد التليفون ديالو خدي مع حتى بزاف. المهم نتسناو معاك مره ثانيه. ايلا ما كبرت هي سير تموت. ويلا عندك موتور كبير وما كتكبري بها سير تموت. وي يا ماشي غير شي حفله خايبه. تقول شي انا ندوز هادي انا ندوز 4 تيزيكس هاد الصانيه ندوزهم 125 كاملين. المهم شي ارتاح افتح خليني من داك الشيء. المهم الثالث انا نبدا هاد الميدان هذا لان كنتسنى امتى يوصلني الماتريال صافي ونبدا ما كاين نهار ديما الفيديوهات. واش تمر يقطع اخوتي قربنا نسالو الفلوق ديالنا هو الدري اللي قلت لكم. المهم الو اخوتي لا فان ديال لا فيديو قربات.